مشاهدينا ورجعنا حضراتكم مرة أخرى وجمعتنا مع فقرة الصحافة اللي بنناقش فيها المانشيتات اليومية النهاردة، وبيسعدنا في تحليل الخبر معانا عبر الهاتف الأستاذ علاء الدين الحلواني الكاتب الصحفي بأخبار اليوم. صباح الخير أستاذ علاء. صباح الخير يا صديقي، ازيك؟ صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك أستاذ علاء، وكل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم. حضرتك بالصحة يا فندم. أهلا بحضرتك. الحقيقة طبعا استاذ علاء، يعني احنا دايما يعني بيسعدنا حضرتك تحلل معانا الاخبار اليومية، ويعني اسمح لي نقول اول خبر ونتناقش فيه مع حضرتك. مشاهدينا، الخبر الاول: الرئيس السيسي يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى آخر تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق ثوابت المرجعيات الدولية، مشيرا إلى هذا الصدد إلى الجهود المصرية الحثيثة التي تتم بالتوازي لتحقيق عملية المصالحة الفلسطينية ولتثبيت الهدوء في قطاع غزة، والتي تستهدف الحفاظ على أمن واستقرار الشعب الفلسطيني وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع. الحقيقة أستاذ علاء طبعا يعني حابين حضرتك تناقشنا عن هذا الخبر، وطبعا لو جينا اتكلمنا عن القضية الفلسطينية أستاذ علاء طبعا يعني بتشغل بال مش بس يعني الحكومة والدولة، ولكن كمان بتشغل بال المصريين. يعني طبعا دي مش قضية بقالها يوم ولا سنة ولا بقالها سنين وبقالها يعني عمر، حابين نعرف طبعا يعني تفاصيل عنها من وجهة نظر حضرتك، وكلمنا كمان عن هذا الاجتماع. يعني طبعا كلنا عارفين ان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية في منتصف 2014 كان ليه سياسة مغايرة، سياسة خارجية لكل السياسات المصرية السابقة، سياسة بتعتمد على الندية مع كافة دول العالم سواء دولة صغيرة او كبيرة، سياسة بشعارها السلام مع الجميل او مع الجميع او حسن العلاقات مع كافة دول العالم لصالح الشعوب، اللي هي في النهاية وفي النهاية بتصب هذه السياسة لصالح شعوب العالم، وزي ما قالت احدى الدوريات الامريكية سياسة مصر اولا التي يتبعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي التي تتضمن ان مصلحة مصر وهي فوق اي مصلحة اخرى. البعض قد يرى ان الولايات المتحدة ان مصر تنحاز الى روسيا في علاقاتها اكثر من الولايات المتحدة الامريكية، لكن هذا خطأ تماما. من الممكن ان يكون لها علاقات جيدة او اكثر تعاون مع روسيا او دولة من دول الاتحاد الاوروبي او دولة او اي دولة اخرى، لكن في النهاية مصر لها علاقات قوية مع جميع دول العالم وبالتحديد مع الدولتين الاكبر العظمين الولايات المتحدة الامريكية وروسيا. لدينا شراكات مع الولايات المتحدة الامريكية ولدينا شراكات مع روسيا بالتوازي، وما يحكم مصر في هذا هو زي ما قلت لحضرتك هو مصر اولا او مصلحة مصر اولا. الفترة الأخيرة يمكن كان شاب العلاقات ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بعد فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إمكانية البعض قد يقول أن هناك توترات، لكن الأمر لا يعدو كذلك نهائيا. هو من الممكن أن أكون لدي علاقات جيدة مع روسيا في هذه الفترة نتيجة بعض الشراكات وخاصة محطة الضبع، لكن لا تزال علاقة مصر الولايات المتحدة الأمريكية لأسباب عديدة علاقة استراتيجية لا تشوبها أو لا يشوبها أو تعكر صفوها إحدى الخلاف حول إحدى القضايا، وهو ما تؤكد عليه دائما الإدارتين المصرية والأمريكية. فيما يتعلق بهذه الزيارة، يعني طبعا هي علاقة هدفها الأساسي نشر السلام في العالم وبالتحديد نشر السلام في منطقة الشرق الأوسط، وما يخصنا هنا هو منطقة أو دولة فلسطين. فلسطين طبعا قضية دائما في قلب كل مصري منذ بداية القضية ومنذ قصة وعد بلفور، وكلنا عارفين ما قضته مصر من حروب بداية من 48 و56 و67 كلها كانت لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق الذي حتما يوما سيحصل على حقوقه. كان دايما القضية الشاغلة لمصر
ان العوده لحدود ما قبل 67. الرئيس السادات يمكن كان قطع شوط كبير على قضيه الحل او قضيه حل القضيه الفلسطينيه، لكن للاسف الشديد بعض الدول العربيه او غالبيه الاشقاء العرب راوا غير ذلك وانحاز الفلسطينيين تجاههم، حتى خسر الفلسطينيين خساره فادحه ويحلمون ما كان ينادي به ما كان تنادي به الرئيس السادات اللي هو ممثل الدوله المصريه الذي يرى او كان يرى او سبق به عصره. كلنا نحاول او الفلسطينيين انفسهم يحاولون الوصول ل 10% مما كان سيحققه الرئيس السادات من خلال معاهده كامب ديفيد بعد انتصار اكتوبر، وهذا هو الشيء الجيد. هذه الـ 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 او هذه الزياره اللي حصلت ما بين الرئيس وما بين رئيس مجلس اليهودي العالمي يمكن كان زي ما بتقولوا هدف زي ما بيقولوا هدفها السلام واذابه الجليد على القضيه واعاده تحريك المياه الراكده في القضيه. وكلنا عارفين جهود الوزير عباس كامل في هذا المجال بالتحديد ودوره في المصالحه الفلسطينيه، وكان حضوره مهم جدا لان هو كان صاحب الملف او عن المصالحه الفلسطينيه اللي هي بتهدف توحيد الجهود الفلسطينيه او توحيد الصف الفلسطيني من اجل كلمه واحده امام التفاوض مع اسرائيل والدور الذي تقوم به الولايات المتحده الامريكيه من اجل الحصول على مكاسب. اذا انا ارى ان هذه الزياره تمثل بعدا هاما واستراتيجيا لمصر في اعاده او في تصفيه بعض الخلافات التي كانت شابت العلاقات المصريه الامريكيه، والولايات المتحده نفسها غيرت من ذلك بعد حادث السفينه وما مثلته مصر من انتصار واهميه موقع مصر الجغرافي بالنسبه للعالم كله سواء الولايات المتحده الامريكيه او الاتحاد الاوروبي وغيرها من دول العالم سواء الشرق الاقصى او الغرب. كل ده بيقول ان احنا موقف وصلابه الدوله المصريه ونجاحها في يعني سياسه النديه ونجاحها في الاصلاح الاقتصادي الشامل اللي هو يمكن ادى خطوات ناجحه ونجاحها في تقويض جيشها ووصوله للمرتبه التاسعه عالميا، اعتقد خلى كل دول العالم بما فيها الولايات المتحده الامريكيه تحاول ان تستعيد علاقاتها الجيده مع مصر. وطبعا عارفين الصراع الاحمر بين الولايات المتحده الامريكيه وروسيا اعتقد ليه دور كبير جدا في محاوله الولايات المتحده الامريكيه على الا تفقد اي ارضيه جديده داخل منطقه الشرق الاوسط واهميه مصر لها في هذا الموضوع. يعني طبعا احنا بنتمنى استاذ علاء يعني السلام يعم في كل الدول الشقيقه، ويعني نرى كل الدول في افضل سلام وفي افضل خير يا رب ان شاء الله.